مساء الخير جميعا، مساء الخير اخوتي واخواتي، مساء الخير للاخوه والاخوات والاباء المكرسين الكرام اللي عم بيشاركونا اليوم ضمن سلسله التنشئه والتثقيف، اذا فينا نسميه المريمي، المرافق لماراثون المسبحه اليوميه بشهر ايار 2021. نتشرف باستقبال الاب العزيز ميشيل عبود رئيس كاريتاس لبنان. لاستكشاف مريم والتعرف عليها في الإنجيل، سير ميشيل، كما كتبت أنت حضرتك كتبت هالكلمات: مريم أناديك أماه مثلما يناديك الله. شكرا لالتزامك معنا وتكملتك معنا لألك الكلام. مساء الخير. الله معك بول، الله معك أبونا ريمو، الله مع الجميع. منهنيكم لهالالتزام الدائم بصلاة المسبحة بالمواضيع الروحية. وعلى طول منقول العبارة الشهيرة: ضيع وقتك مع الله أنت الربحان. فإذا ربنا قالنا من فقد حياته من أجل ربيحة للحياة الأبدية، نحن عم نعطي وقت، ساعة، ساعتين، نص ساعة، دقائق، حتى نكون مع الرب ومشي راح يكون نزعان، نحن عم نحط بإجة السماء. أنا راح كفي تأملي حول مريم في الإنجيل، واليوم حبيت أخذ العبارة: هناك عند أقدام صليب يسوع، هناك عند صليب يسوع وقفت أمي مريم. وقوف مريم عند أقدام الصليب، واليوم راح نتأمل بالألم، وراح نحكي عن الألم النفسي، الألم الجسدي، والألم الروحي. بدنا نكون عم ناخد عيون مريم وعم نتأمل ابنة المتألم هناك عند صليب يسوع. رح نكون عم نتشارك مع بعضنا البعض حول الألم يلي الإنسان بيوقف مكتوف الأيدي. إذا الألم دق فيه بيكون عم بيتساءل ليش أنا، وإذا الألم دق بغيره بيكون عم بيعيش الصمت قدام الألم، لأنه مش هين أبداً الإنسان يعيش سر الألم بحياته. هذا الشيء يلي منشوفه منذ فجر التاريخ، يوم الإنسان كان عايش هو وخيه مع بعضهم بعض، قايين وهابيل. قايين يقتل هابيل، والسؤال ليش؟ هابيل شو عمل لقايين؟ ما كان إلا الحسد. بسفر التكوين أيضاً منلاقي ربنا عم بيقوله للإنسان: بعرق جبينك بتاكل خبزك، أي بالتعب، بيقوله للإمرأة: وأنت بالألم تلدين، بالأوجاع. لماذا هذا الألم؟ هل هذا الشيء ملازم للإنسان؟ وهل السؤال يلي بيسأل: حتى نتقدس لازم نمر بالألم؟ ما بيقدر الإنسان يعيش القداسة من دون ما يمر بالألم؟ أسئلة الإنسان كلها سوا بيطرحها. وشو بينفعنا أنه نتألم؟ ما الإنسان نعاش أو عم بيعيش حتى يعيش الحياة، مش حتى يعيش الموت. ولدنا لكي نعيش ولا لكي نموت. هذا يمكن عدة تأملات من نسألة أو عدة أسئلة. اليوم حبينا نحن وياكم هيك نروح صوب الإنجيل، ناخد عيون مريم نتأمل فيها، وأيضا نعيش قلب مريم، وبذات الوقت ناخد العيون ونتأمل فيهم أيضا آلام مريم. بس بدنا نكون هيك عم نشدد على جملة كتير مهمة جماعة: نحن بنعرف اتجاه عيوننا وقلبنا وإيماننا هن اتجاه صوب يسوع. وقلنا هذيك المرة ليش الأناجيل ما كتبت كتير عن مريم، والجواب كان: من كتبت تكتب عن مريم، كتبت تكتب عن يسوع أنه هو ابن الله، ومريم حاضرة بأهم محطات يسوع. وحكينا عن سر الثالوث الأقدس، عن سر التجسد، وعن سر الفداء. واليوم رح يكون عم نوقف مع مريم عند أقدام الصليب. مريم تأملها عند الصليب تأملها بابنها، تتأمل بابنها، وإنما تتألم تألم نفسي كبير. ليش منقول نفسي؟ لأنه جسدياً ما قالوا لنا أنه جلدوها، ما قالوا لنا أنه ضربوها، فجسدياً بعد مريم منيحة واقفة، فهونيكي قوية جسدياً. وإنما يلي منشوفه كل أم، كل بي، كل حدا عنده قلب الأمومي وقلب الأبوي بيعرف شو عم نقول:
امرأة عم بتشوف ابنها عم يتألم وعم بيموت قدامها، بيكفي نقول هذا الشيء. هذا الشيء كانت مريم حضرت له أو كان معروف لإلها، لأنه بس قدمت يسوع بالهيكل على يد سمعان الشيخ، ما قال لسمعان نيالك الورود ستفرش أمامك والملائكة بدها تخدمك والأوجاع ما بدها تدق فيك لأنك أنت أم الله، قال له سينفذ سيف في قلبك. وهون بدنا نقول يا جماعة، كل مرة الواحد منا بيتحمل مسؤولية معينة بده يتحمل مع الصليب، ويسوع واضح بس يقلنا من أراد أن يتبعني فليحمل صليبه ويتبعني. ما قال صليبي، ما حدا بيقدر يحمل صليب الله، صليب الرب هو حامل خطايا العالم، هذا يلي دل عليه يوحنا المعمدان وقال هذا هو حامل خطايا العالم. ليش؟ لأنه يوحنا بس كان عم بيعمد، كان عم بيعمد الخاطئين، وقف يسوع بصف الخاطئين، تعجب يوحنا وبلش يمانعه، يسوع ما قبل معه، قال له دعنا أن نتم كل بر، فهم أنه هو ليس بخاطئ وإنما يحمل خطايا العالم، فدل عليه هذا هو حمل الله حامل خطايا العالم. فالمسيح حمل كل خطايانا، ما بنقدر نحمل صليب. احمل صليبك واتبعني. وهون سر الألم، ما في إنسان ما عنده ألم بالحياة، ما في حياة إنسانية ما فيها ألم. هذا الشيء اللي بده يعرفه الإنسان، ما بنقدر نعيش من دون ألم. لهيك أول مرحلة بحياتنا غلط فيها الإنسان أوقات عبر التاريخ، وأيضا دخلت بالروحانية المسيحية، بس قالوا بعض الفلاسفة الجسد هو سجن للنفس، تتحرر النفس بده الجسد يتألم، فكانوا مع أوجاع الجسد. وهذا الشيء اللي دخل بروحانيات كثيرة بالمسيحية، ألام الجسد لتحرر الروح. الكنيسة عبر العصور بلشت تشيل الغبرة عن الإنجيل وتفهم إنسانية الإنجيل، وفهمت أنه القداسة ليست حب الألم، وإنما القداسة هي التألم بحب. وهون القصة المهمة، الإنسان يلي عليه أنه يعرفها، وهون علينا نقول قديش أنا بدي يكون عم بتأمل بحياتي الشخصية تقدر اتأمل بحياتي يسوع. نقول كيف هذا الشيء؟ نعم، لأنه أول شغلة بده يعرفها الإنسان، بده يعرف حاله، بده يعرف أنه هو إنسان كائن البعد، يسمو إلى اللامحدود، يسمو إلى الخلود، ويسمو إلى الخلود لأنه ربنا أول ما خلقنا بقلنا خلق الإنسان نفخ من روحه. فكل واحد منا هلأ بده يعرف أنه هو سكن الله، هو سكن الثالوث الأقدس، الله يسكن فيه، فما في شيء، أي شيء تاني بيمنع هذا الحضور، وإنما بيمنع عنا الانتباه لهذا الحضور. فالإنسان بيسعى بحياته المسيحية أنه ينتبه لحضور الله بحياته. إذا انتبه وانتبه الإنسان، كيف بده يقرأ هذا الحضور؟ بده يقرأ بالإنجيل. فهو عم يقرأ الإنجيل بده يتأمل حياة يسوع، بده يفهم يلي قاله القديس بولس، شاركنا المسيح في كل شيء ما عدا الخطيئة. بس نقول شاركنا، أي شاركنا ولد مثلنا من دون زرع رجل، شيء أكيد، ومن ثم تألم مثلنا. يسوع جاع، يسوع عطش، يسوع تعب، يسوع نعس، كل حياتنا الإنسانية أخذها، يسوع تألم ومات. هودي كلهم حقائق إنسانية، وإنما قام من بين الأموات، وهيدي الحقيقة الإلهية يلي شارك فيها يلي بيأمن فيه، وقال من آمن بي وإن مات فسيحيا. بس نتطلع بهالحقائق كلها، وقال لها لمريم أنت سينفذ سيف في قلبك، ساعتها فهمت مريم من يمشي مسيرة الحياة الألم يدق على بابه. يسوع بس قالنا احمل صليبك واتبعني، ما قال احمل صليبك مرة في الحياة، قال احمل صليبك كل يوم واتبعني.
وما هو الصليب؟ الصليب هو كل ألم ما بدنا إياه، كل ألم ما كنا ناطرينه، كل ألم دق على بابنا بطريقة مش متوقعينها، وأيضا دق على بابنا من أشخاص مش متوقعينه بوقت مش متوقعينه. وهون ننظر إلى سمعان القيرواني. سمعان القيرواني بإلنا الإنجيل كان عائدا من الحقل، والعائد من الحقل يا جماعة بتعرفوا شو يعني، إني راجع من شغله، إني شايف المي السخنة قدامه، شايف العشاء محطوط على الطاولة، شايف حاله بده يرتاح وعم يتأمل حاله شوي شوي تيرتاح، فوجئ بموكب صليب يسوع وسخر لحمل الصليب خلف يسوع. فالألم يدق بطريقة مفاجئة ونسخر لحمله. وهون نتطلع منلاقي كل واحد عنده صليب بالحياة. يمكن الصليب يكون حدا بالعائلة، يكون مرض، يكون موت، يكون عذاب معين، يكون عقلية حدا عايشين نحن معه، يكون نمط عمل نحن عم ناخده، يكون وجع جسدي صار فينا، وجع نفسي صار فينا، عنا ألام. في أشخاص ألامهم ببطلوا يشوفوها ألام لأنه تمرسوا فيها ولأنه اندحكوا فيها، صارت جزء من حياتهم، بالألاف فهموا معنى الحياة. وهون يلي عم يصابوا بكورونا ويلي طلعوا من كورونا ويلي يصابوا بموت حدا من كورونا، هلأ مؤخرا بنحكي عن الواقع الحالي، فهموا أنه شو هالحياة كلها اشتهاء لتنفس نحن بدنا إياه. إنسان عم يشتهي التنفس، يلي عم نتنفس 24 ساعة وما عم نقدر كون عم نفهم هذا المعنى، مش عم نستوعب قدي معنى أول ما واحد يتنفس. يلي مرقوا بكورونا ويلي نحطوا بالإرجانس والطوارئ ويلي نطروا ابتسامة ممرضة ونظرة حكيم أو نطروا أي أمل بارئة أمل طلعوا هيك، كل مصرياتنا اللي مجمعينا، كل السلطات اللي عنا إياها بالمجتمع، كل شيء عنا عم نركض كرماله راح بلحظة. هذا الشيء بنتأمل في عيون مريم، ابنها مصلوب، بدها تقول له وينن يلي شبعتن الخبز، وينن يلي شفيتلن مرضاهم، وينو هذا الشعب يلي تأثرت فيه عرف معنى الحياة وكان عم بيقول يتكلم كما له سلطان، وينو كل هودي؟ هيك بلحظة تركوك. فشافت آلامه الجسدية وأيضا شافت آلامه النفسية، والآلام النفسية هي الإنسان عندما يشعر بأنه وحيد، ويلي كان متكل إنه يكون لإله السند عم بيكون لإله الألم. الإنسان يلي متكل إنه الناس تعطيه لقى إنه الناس خذلته. يسوع يلي كانوا أقرب المقربين لإله، من يغمس اللقمة معي في الصحن هو الذي يخونني. هناك مريم عند أقدام الصليب عم تتأمل ابنها عم بيعيش كل هود. بليلة الآلام شو يلي حدث؟ قال له سيضرب الراعي وتتبدد الخراف. بطرس رفض الموقف، لو كله تركوك أنا ما بتركك، كنت النبوءة قبل أن يصيح الديك تنكني ثلاث مرات. راحوا على بستان الزيتون، هناك يسوع بيصلي صلاة. أوقات شوهولنا هالصلاة وشلوها من أفواه القديسين، وصار كأنه بده يمرق ضرب القداسي ما بده يصلي هذه الصلاة، وشوهولنا صورة القداسي لأنه قالولنا اللي بده يتقدس ما بيقول الصلاة تبع يسوع. شو صلى يسوع؟ صلى أبعد عني هذه الكأس. ما نخاف نقول له يا رب بعد عني الألام، يا رب أنا ما بقدر أتحمل، ما تخليني أوصل لهون، يمكن ببكي على الآخر عم يوصل لإله، أنا ما بقدر أتحمله، أبعد عني هذه الكأس. ما نخاف يا ناس نصلي، يا جماعة نصلي هيدي الصلاة، ونقول يا ناس يا عالم ليش بدك تخلي وتصلي ما تصلي لتكون لأبعد عني هذه الكأس، وإنما بدنا نكفي ونقول
لتكن مشيئتك لا مشيئتي. فهل مشيئة الآب هي الألم؟ هل مشيئة الآب إنه الإنسان يتوجع والإنسان يموت؟ لا، إلهنا إله الأحياء، مشيئة الآب هي أن نتقدس، هذا الشيء. ودرب القداسة يلي الإنسان بيعيشها هي درب الإنسانية، ولا إنسانية من دون ألم. اثنين، يسوع ما ركض لعندهم وقال لهم تعوا اصلبوني، تعوا اقبضوا علي، أنا جاهز للصليب. لا، يسوع انخرق، خرق من أقرب المقربين، من يهوذا الإسخريوطي، من يقمص اللقمة معي في الصحن هو الذي يخونني. وهون الخيانة الكبيرة، ضربات بتجي بتوجع من أقرب المقربين لأن بتجي من مكان جدا قريب. من هونيك اجت أول ضربة من جوا ليسوع، ومن ثم منلاقيه إنه انقبض عليه. وان ايضا بالخيانة يلي غمس اللقمة معه في الصحن اجا عم بيبوسه، قال لهم ان بعطيكم علامة القبلة. ويسوع بالليل شو قال له؟ يا صديقي، ابي قبلة تسلم ابن الانسان؟ يسوع انخان بس ما خان، يسوع انخرق بس ما خرق، يسوع اتألم بس ما وجع. وهذا الشيء يا جماعة على طول حطوا براسكم، حط قدامنا، بدي يكون مظلوم بس ما بدي يكون ظالم. مش هيني يكون واحد مظلوم، بس أبدا ما بريد أنه أنا أظلم حدا. تتضايق من ريحة طالعة من حدا بتزعجك، بس ما تخلي ريحة تطلع منك تزعج غيرك. فالألم يقبل، والإنسان بملء إنسانيته بيقبل الألم. وهون علينا نعمل جرد بحياتنا. في آلام مستمرة دائما أبدا لازمتنا، في آلام مثل ما قلنا بتدق على باب حياتنا بطريقة أو بأخرى، في آلام بتجي مرة بالحياة بتضل لحقتنا على طول. وإنما إذا بدي أتألم بدي أتقوقع على ذاتي، شو بده يصير؟ بدي عفن، بدي أتألم بزيادة. الإنسان بده يعرف يرفع رأسه لفوق، من الألم بده يختبر سر الوجود. ومنعطي على طول مثل طابة من الإزاز عم تتدحرج من راس الجبل على كعب الوادي، بتضرب وبتنكسر، بتوقف على كسرتها، بس وقفت لأنها مكسورة، شفت جمالها، شفت جمال الطبيعة، شفت جمال وين كانت، شوف الجوين جميل وين رايحة. الألم بيخليك تبعد عن البشر، بيقربك من الله. الألم يمكن ما يخليك تفكر بس بيخليك تعيش. ما بتقدر تقول له لواحد عم يتألم خفف ألامك، هو بيريد يخفف ألامه وبيسعى ناخد أدوية لوجع الجسدي ومناخد أدوية للوجع النفسي، وإنما منكون عم نحجب الأمور، ما منكون عم نلغيها، منكون عم نجمدها. لهيك القدرة يلي بتجي بتجي من الداخل. وهون بيقلوا بسفر المزامير، كان نسر تجدد شبابي. ويمكن سمعينا قبل قصة النسر ومنرجع فينا نرجع نقولها. تعرفوا النسر بيعيش أحياناً قد ما بيعيش الإنسان. شو يعني؟ نسر بيوصل لأربعين سنة الجانح تبعه بيتقل، مخالب تبعه بتلين، ما عاد بيقدر يكون عم بيسحب فيها أو يكمش فيها الطريدة، من آروك أيضاً بيلين، بيقدر بيحاول يطلع على أعلى صخرة بيقعد هونيك، هونيك بيصير ينقر الصخرة تينكسر من آرو، وهذا الشيء بيوجعه وبينطر من قارو طيطلع، بيرجع بمن قارو بيسحب المخالب تبعه، وهذا الشيء بيوجعه وبينطر طيطلع، ومن ثم بمن قارو بالمخالب بيرجع بيسحب الريش القديم، بيعيش 40 سنة جديد حسب ما بتقول الدراسات. وهون بيرجع بيعيش، وإنما هذا التجدد يتطلب ألم. وهون علينا نعرف نقعد مع زيدنا. الألم
بيكون أيضا اختياري وإنما للشفاء. الأطباء شو بيقولوا؟ أنا بداويك، الله بيشفيك، بس أنا بداويك للشفاء. ما نحن عم ناخد علاج معين، في هذا العلاج في وجع، وهذا الوجع تالإنسان يكون عم ينشفى لقدام. وهذا الشيء يلي يسوع بيعلمنا عن الوجع، بيقول إذا عينك سبب عسرة لك لا، إذا إيدك سبب عسرة لا. شو أكيد ما بيقصد بالعين وبالإيد من ناحية المادية الجسدية، بس في أهم من العين. وأنت عم تقلع عينك بدك تتوجع. في إشياء كتير بالحياة، من صداقات، من عادات، من تعلقات، من رغبات، الإنسان بده يقول لا، وبده يتوجع على فراقة، وإنما حتى ينيل شيء معين. فالألم من أجل الألم وجع وموت، والألم من أجل العلاج هو حياة. بيعملوا له عملية تجميل، بيقولوا له بدك تتوجع، بس ليكي بدك تصير، بيفرجوا ليكي بدك تصير. اللي بيعمل دايت بدنا إياه نحن، كمان بيقولوا له انتبه بدك تطول بالك وبدك، بس ليك وين بدك تصير. اللي بيكون مجروح مكسور عنده أي وجع بيعالجوه، بيقول له الطبيب ليك وين بدك تصير، فبيطلع وين بده يصير يتحمل آلام. نحن منطلع على الصليب، نشارك المسيح آلام، بس مش هونيك بدنا نصير. بطل المسيح على الصليب، المسيح انصلب، مات وقام من بين الأموات، صليبنا صار فارغ، لأنه والقبر صار فارغ، لأنه المسيح حاضر بقلوبنا، لأنه المسيح يشدنا إلى السماء. ومتى رفع ابن الإنسان؟ هونيك بدنا بده يشدنا. وأنا متى جذبته، وأنا متى ارتفعت جذبته إلي، هذا الشيء اللي بيقلنا إياه يسوع. فهناك لا أحد يأتي إلى الآب إلا بي، هو الطريق وهو الحق وهو الحياة. وهون هناك عند صليب يسوع، فصليب يسوع يتمثل فينا يا جماعة. ليش؟ كل واحد منا جزء من الكنيسة، عضو في جسد المسيح السري. هذا الشيء اللي قالنا إياه القديس بولس، لأنه بولس فهم هذه الحقيقة على طريق دمشق. شو بيقول له يسوع؟ شاول شاول لماذا تضطهدني؟ شاول ما دق فيه أخي، لا ضربه ولا تلقى فيه وجها لوجه. شاول كان عم يضرب المسيحيين، كان عم بيقلم المسيحيين، كان عم بينكل فيهم. من أنت يا رب؟ أنا يسوع الناصري الذي أنت تضطهده. عم تعملوا بالمسيحيين، عم تعملوا فيي، هن جزء لا يتجزأ مني، هن خلية كل واحد من جسدي السري اللي هو الكنيسة. هون فهم بولس سر المسيح، وهون نحن بس نكون عم نتألم ونقول أنا أشارك المسيح في ألامه. المسيح تألم مرة واحدة جسديا واندفن وقام بين أموات، وإنما يسوع بعض حاضر فينا. هذه المشاركة بألام المسيح، هيدي يلي بدها تقودنا للسماء. هلأ بوقت الألام ما رح يكون عندنا وقت نفكر بهودي كلهم سوا، هلأ منفكر، وهلأ منكون عم نحطهم قدام الرب، وهلأ بدنا نقول له يا رب أنا وقت ما بدي أتألم رح يكون مسلوب القرار، وقت ما بدي يتألم رح يكون عقلي مطفي بمحلات معينة، وقت ما بدي يتألم يمكن يكون عندي لحظات غضب. هلأ بملء إرادتي بسلمك إرادتي، بقول لك ما تتركني الله يخليك. أوقات نعرف ببيوتنا أو بأصدقائنا في ناس بتصيبوا النوبات عصبية، والحد منهم بيعرفوا بعضهم، بس يكون بوعي بيقول له يا أخي خليك حدي، ما ترد علي إذا أنا صار عندي أي شيء، هديني. يعني قد ما بدك خاض القرار بدك إياه، بس ما تخليني أزي حالي أكثر. هيك بيصير، منطلع منلاقي الشخص
عم يطلب المساعدة من شخص تاني. نحن بكذلك الأمر أوقات بس نطلب من الرب يكون عم يعطينا القوة، نطلب منه هيدي القوة إنه يكون حاضر معنا يوم لا قوة لنا. وهون عرف ماربولس اختار هيدا الشيء، بس قال أنا قوي بالذي يقويني، في الضعف تكمن قوتي وأنت سينفذ سيف في قلبك. مريم قلنا هذيك المرة بتأملنا أنه ما كانت حياتها مفروشة بالورود، ما شفت لا ولا يوم مثل الخلق من ولادتها لابنها ببيت لحم بالمزود ما لقيوا محل، بالتهجير على الطرقات على مصر وعيشوا مهجرين. هون على طول منهتم منفكر بكل الأشخاص اللي تركوا بيوتهم وبلدينهم وراحوا لمحل مش لقلهم تهجروا. نحن منشوف فيهم وجه يسوع وجه يوسف وجه مريم، كانوا مهجرين على الطرقات. مريم بيذكر الإنجيل إنه ضيعت ابنها بالهيكل وانكسر قلبها، وهذا الشيء عبرت عنه. ليش عملت فينا هيك؟ أنا وبيك عم نبحث عنك متلاهفين. تذكرها الإنجيل تذكرها مريم كمان كان عندها مضايقة، بس راحوا أخواته ليسوع، بس من أخواته من هذيك مرة ذكرنا الأقارب قالوا عنه ضائع الرشد، عم بيقولوا عن ابنه مجنون، ابنه عم يعمل عجيب، ابنه عم يتكلم بأسرار الإلهية، قالوا عنه مجنون، ومن ثم عند أقدام الصليب. ومنعمل خلاصة نحن عم نطلع بآلام يسوع، بنلاقي كأنه يسوع شاركنا بالآلام تلاقي. ليش بنقول كأنه؟ لأنه بدنا نحكي عن الآلام الروحية. الألم الروحي شو هو؟ بشعر أنه أنا بصلي صلاتي مش مستجابة، بصلي والله بحسه بعيد عني كتير، بصلي وما بشعر بأي شيء، والأكثر كأنه بعيد على الله عني كليا، بسأل وينك يا الله؟ يسوع صلى المزمور بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، كأنه عم يصلي صلاة كل واحد عيش هذا الضياع والوجع الروحي، إلهي أين أنت؟ هذا الشيء اللي صلاه إيليا، بس كانت إيزابيل الملكة بدها تقتله، بس راح حط راسه قال حسبي يا رب أن تأخذ نفسي، يعني إذا بتأخذني وبرتاح لست خيرا من أبائي. لهون وصلت معه هذا الألم الروحي. بس على قليل شو صار؟ بنلاقي يسوع عم بيعلمنا المزمور يلي يتكلم مع الله، زيت المشهد يلي بطرس عم يغرق حسب الإنجيل ومد يده وقال له نجني يا رب، صلاتي في وقت الأزمات في وقت الألم سبدي لاقي يسوع حدي، بدي لاقي مريم أيضا بالقرب مني. الألم النفسي يحكين عنا بعض الأصدقاء، الشخص بده يكون سند بيكون ألم، والألام الجسدية الدراسات اللي انعملت عن ألام يسوع على الصليب كل شيء تألم. فالخلاصة نقف مع مريم نتأمل ألام ابنة، نتطلع بعيونة نفهم قوة الإيمان، فبيجي الإيمان مش تيلغي الألم، بيجي الإيمان تيعطي معنى للألم. مريم المؤمنة إيمانها ملغى ألم وموت ابنها، مريم المؤمنة ما بعدت الأعداء عن ابنها، مريم المؤمنة قدرت تحملت آلام ابنها وآلامها من جراء آلام ابنها، مريم المؤمنة فهمت غفران ابنها لخاطئيه. فهذا الإيمان يدخلنا إلى سر الله، بيخلينا نعرف قيمة حضوره بحياتنا، وبيصبح كل واحد منا هذا القربان المعجون بنار الروح القدس حتى يتاكل قربان على مذابح هالدني، وين ما شافونا الناس يقدروا يشوفوا فينا كلمة ربنا، يقدروا يشوفوا فينا هذا الحضور، يقدروا يشوفوا فينا. بس مريم راحت لعند أليصابيت بتقول لها أليصابيت ما إن وقع صوت سلامك في أذنية ارتقد الجنين ابتهاجا في بطني. هناك مع مريم منكون راحة لكل الأشخاص اللي متلاقى فيهم، لأنه منكون حنين يسوع بقلوبنا تنقدمه للآخرين.
شكرا لإصغائكم، وإن شاء الله نكون وصلنا الفكرة اللي لازم نكون عم نوصلها. أكيد شكرا لكلمك الغني بير ميشيل، وبنعرف قد إيه أنت مشغول وعم تخصص لنا هذا الوقت، وكلياتنا عم نكون ناطرينك من أسبوع لأسبوع. ننترك لأسبوع الجاي كمان. قبل ما نختم بترتيلي الكلمة الأخيرة لبير ريمو، تفضل بير ريمو. بقول شكرا أبونا ميشيل، شكرا على التضحية اللي عمل، على حملك صليبك معنا، عن حملك صليبك. نشكرك لأنك ضويت لنا على الصليب بحياتنا وعلى الألم، وساعدتنا هيك نشرك صليبنا مع العذراء ويسوع. يسوع بدون يسوع صليبنا موت، مع يسوع صار صليبنا ممجد وحياة أبدية. نشكرك على كل شيء. شكرا جميعا، ومنضل مع هيدي الترتيلة من كلمات الأب ميشيل، وتصبحوا على ألف خير، ومننطركم بكرة كمان.
صباح الخير جميعاً.